في إطار دعم القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، استضاف مركز الأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية إرسيكا بإسطنبول المنتدى السنوي الرابع برعاية مدير المركز الدكتور خالد إيران، وبحضور العديد من الشخصيات السياسية الفلسطينية الرسمية وعدد كبير من الناشطين وأساتذة الجامعات والباحثين. هدف منه صيانة القدس التاريخية في داخل السور وصيانة الآثار الإسلامية هناك، وبدأنا هذا العمل في 2006، وكل سنة ننظم مؤتمرات ونشكل لجان من الخبراء الأساتذة من قسم العمارة أو قسم الترميم، أقسام الترميم في الجامعات، نرسلهم إلى القدس. المنتدى الذي يعقد تحت عنوان القدس عام 2015 ناقش العديد من النقاط، منها كيفية تحسين أوضاع سكان القدس وإحياء التراث المعماري الإسلامي والحفاظ عليه والتعريف بمحتويات متحف الأقصى ومكتبته، بالإضافة إلى حماية المقدسات الإسلامية هناك. فالقدس بحسب المراقبين تواجه تطهيرا عرقيا واغتيالا ثقافيا. القدس في خطر شديد. الواقع الآن في القدس في منتهى الخطورة، حرج للغاية. إسرائيل تسير بخطى محمومة مسعورة من أجل كسب الوقت والاستفادة من حالة الترهل في المواقف العربية والإسلامية لتثبيت وقائع في القدس، وقائع صعبة، وقائع تصبح مع القدس تقريبا مدينة شبه يهودية لا قدر الله. الوضع خطير جدا، هناك هدم للبيوت، هناك أخطار على المسجد الأقصى من الحفريات والأنفاق. مشروع 2015 الذين يسعون من خلاله إلى تقديم كل خدمات ممكنة للقدس عن طريق ترميم المباني والحفاظ عليها والعمل ما أمكن على عدم مصادرتها لتحت أي حجة من الحجج التي تتذرع بها إسرائيل في المخاضرة. هدف المنتدى إلى دراسة التراث الثقافي والمعماري داخل العالم الإسلامي والعمل على حمايته، خاصة في ظل بناء المستوطنات في مدينة القدس في محاولة صهيونية لتهويد القدس، المدينة التي تمتلك قلوب المسلمين، فهي قبلة المسلمين وأرض الإسراء والمعراج وأرض التين والزيتون، والحفاظ عليها واجب ديني دون شك، شدد عليه المشاركون في المنتدى، بالإضافة إلى مخاطر أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل والعمل على فتح تلك الممارسات في وسائل الإعلام وفي شتى المحافل الدولية. المنتدى شدد على أهمية تكاتف الجهود العربية والإسلامية لحماية تراث القدس والتصدي للمؤامرة الصهيونية. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، اسطنبول.